مين بره؟ انا ياما. صباح الخير. يصبحك ويربحك بين عباده ما يفضحك يا عبد الكريم يا ابني. صباحك لبن ان شاء الله. ونعم بالله. اما حضر لك لبه تشق ريقك. الحمد لله رب العالمين ولا اله الا الله. يديك العافيه. يعافيك. ايه التصبيحه. هي ما نفسي تبوس واحده غيري باقة؟ ايه ولا نفسك حد غيري يبوسك؟ يا واد اختشي. انا عارفه شو بالايام دي مالها. تبقى شنبتهم خاطة وهم لسه ما دخلوش ديني. طب ده المرحوم ابوك الله يرحمه كان ابن 17 وخطفني خطف وانا كنت لسه. طيب بنتي تسعة. صباح الخير يا ست الكل. ايه عايزه لك عريس انت كمان ولا ايه؟ خلاص بكره هيكون عندنا واحده تانس. يا هاد. بسم الله الرحمن الرحيم. بقى دي شغلة رجالي. امال اعمل ايه؟ اسمع كلام امك ومراتك تعمل كل دي البرادة. انا رأيي اللي قال الفلوس في جيبنا والحمارة في السوق. خبر الفجر بيد. وسع يا ام وسع. اوعى تطلع على لحم بطنك. الفجر بيد. الله اعظم والعزة لله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ايدك يا سيدنا الشيخ. مين؟ فتح الله. اصطلحته يا فتح الله. الحمد لله. الهادي يهدي. ايدك يا سيدنا الشيخ. ازيك يا محمد؟ الله يخليك. صباح الخير. صباح الخير عبد الكريم. ازاي الحال يا عبد الكريم؟ الله يسلمك. الحمد لله الحالة اتسعت وحشتري جاموسة تانية وحشتري كمان بسكليت. بسكليت ايه؟ ايوه عشان تسعفني في مساوي مصر. يا اخي شوف لك عروسه انت قبله. كل شيء باوانه يا ابو الحاج. ربنا يحنن عليك يا عبد الكريم. ربنا يحنن عليك يا ابني. صباح الصباح يا جميل وانا عالمور خبال. اسمع بلدينا انت يا خالد غني عبد الوهاب. يا خالد غني كلمني. نعم. جينا نتفاضل من ايه؟ تمشي لقدام وتقبل شمال وتغرب يمين وتكسر حيطه الجمده تلاقيها في وشك على طول. قاعد وحياه والدك. شوف تمشي لقدام وتقبل شمال وتغرب يمين وتكسر حيطه الجمده تلاقيها في وشك على طول. برضه قاعد. اركب اوريها لك. او دلوقتي فهمت اطلع. يلا بينا. يلا. صباح الصباح يا جميل وانا وقف. ايه وقف. الله. ايه يا عيش يا شرقية. عبد الكريم صباح الجسد يا عبد الكريم. صباح ايه قربوا يا اولاد. صباح الجسد يا عبد الكريم. حن ايه انت كنت راكب بترومبير. ايوه اصله عايز يروح الجنينة. يلا وصلوهم معاكم يا اولاد. برضو احسن. متشكرين يا اخ. ايه سلام عليكم. مع السلامة يا اخ. يا صباح الجسد يا عبد الكريم. خلينا هنا. ايدك ككفرة ايدك. تاني صباح الجسد عبد الكريم. يلا يا عيش. يلا يا شلبيه. يلا اللي هتركبوا معانا. يا برتقال يا عجل يا حلوة عالأغصان أكثر بلوني ذهب يا دينا في يا حلوة عالأغصان أكثر.
الدنيا ماله مسيح وبصرنا يا غالي مش معبره. يوه ينيلك يا بعيد، هو مين يا جدع انت؟ صباح القشطه يا سي عبد الكريم. امشي قطع لسانك. فصل كتير قوي. طيب انا حاجب نفسي اخدها ولا بلاش انا؟ ده انت تنوري يا فاطمه. وبتعملوا فص كمان؟ ايوه انا وابوي. وفص مجوز؟ مجوز ومناير وحزابي ونجايس عيش وكمان جواز طماطم ومكسورة حمام شربات والنبي سم. بالعجل يابا زمانها جاي. ايه وانا حقطع روحي يا فاطمة، دي بشتغل ليل ونهار. ومالوك؟ ناولي السلاح ناوي. هو فين؟ هو عندك هنا شوفي كده. اه لقيتيه؟ خد. هاتي يا اختي هاتي. اقفاص وشايل ضربت الطوب والله. مش لازم يا. مش لازم نتعب شويه عشان. ايوه ايوه واخد بالي. عشان ندبك يا شيخ. واخد بالي يا اختي واخد بالي. من ايه؟ يا سلام عليكم يا بنات اليوم. قال على راي المشهد تبقى في البص وعينها بتبص. يا سلام عليك يابا لما تكسفني. اجري اعملي لي شاي اجري. حاضر. آه. راح فين يا بيت؟ قبل البلاط. والشاي؟ ما انت لسه شاربه. يا بي امتى يا اخوي؟ كانوا بيجيبوا سيرتك النهارده في الجنين. مين دول؟ سواق الترومبيل. ايوه اصله ما كانش عارف السكه. وشلبيه رخره. بوز الغراب. دي بتحبك. حبها بورص. هقول ليه؟ قول انت للي في بالي. هقول ايه؟ محبكم ده عبد الكريم. استنى استنى شايلك عنك. اشيل عنك يا فاطمة. انا مرتاحة كده. فاطمة. يلا يا فاطمة. أني جاية أهو، حددنا لك الفاس تعجبك. أخوكي؟ ده عبد الكريم. آه، مش بطال. مش والنبي. اركبي. خد يابا رسوم كويس. هاتي يا أختي هاتي. أهلاً وسهلاً يا مرحبا. ازاي والدك كده يا اختي؟ لسه تعبان ما بيخرجش. وشايله الحمل لوحدك يا بنتي؟ هعمل ايه؟ من يوم ما اجرنا الجنينه وهو كده. خد يابا. بكرة يقوم بالسلامه معلش. ولا باين هواه ما جاش على بلدك. دي حتى بلدنا حلو. يا
ولا مش عاجباكي؟ ابتديت احبها عشان خاطركم. قوام النبي يا عم سالم. ايوه حاضر قوامي. اسعفيني يا فاطمه. حاضر. هاتي يا اختي هاتي. خد 2 جنيه تحت الحساب. ما تخلي. ميرسي. وبكره زي دلوقتي اجي اخد لفات الثانيه. ليه ما تخليك انت واحنا نجيبهم لحد هناك؟ لا اجي انا احسن. خلاص؟ ايوه خلاص اتفضلي. فاطمة بقى ده اسمه كلام دي عشان تعمل بيهم ايه؟ احنا داخلين على مصاريف كبيرة يا فاطمة. يلا يا فاطمة. ايوه جاي عنك انت. انا حودي لك فاص وانت خدي ست الكل وديها الدار وسلمي على امي. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. عندك هنا. خليتك بعافية. استنى. ها. ودول ومستعجل ليه؟ اصلي عندي شغل. خليتك بعافيه. تعالى. ودي اشيل معاك؟ عنك انت. خليتك بعافية. عبد الكريم. نعم. سمعتك عاوز تشتري جاموس. ايوه. انا عندي جاموس لسه واردة ولبنها زبدة. تبيعيه؟ تشتري. اشتري بكام؟ مش لما تشوفها كويس؟ اشوف هي فين. تعال. لكن تعال. بس اركب. اركب. بلاش حكاية الجاموسة دلوقت. خلينا في حموتها. اصلي لازم احصل فاطمة. فاطمة والجاموسة. بكرة. 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 طيب. ما تشيل يا ولد جزم وتمشي كده مالك واقف كده. حاضر. اهلا عم سالم. يديك العافيه يا ابو راشد. شكرا يا عم سالم. هات نفسين. هات. اقعد ارتاح. قول مش هتاخد لك كم الف من الامينه اللي احنا هنحرقها دي؟
اعمل بيهم ايه يا اخوي؟ تبني بيت لبيتك؟ بيت كده مرة واحدة؟ خليها عليا انا. بس يوافق ابويا تاني. على ايه؟ على حكاية فاطمة. يا اخي شوف لك شغلة غير. ليه؟ فين؟ بقى فاطمة الحلوة العادلة تتجوزك انت؟ انا بتكلم جد. جد؟ والله ما حواليك جد. انت بس يا اخويا شاطر لي في لعب الحوكشة وتظهر لي الناتة وتروح السوق كل يوم سهر. ابطل بيه كله. بس يوافق ابويا سامي. او عندك يا اخوي. وانا بيلي حاجة في الكلام دي. ده انت ابو الكل والكلمة كلمتك. لا والله يا اخويا الكلمة كلمتها هي، ده انا بشتغل عنديه. انا ايه يابا؟ انا كشفت لك الشريط كله وعلمت وخربت كله. مش تقوم بقى تدليك ولا عاوزها تيجي ما تلاقيش ولا قفص جاهز. مش قلت لك؟ قلت له ايه؟ قلت له محضر لك مهر جام الجو. يتبع هو الثمانية قروش اللي عليه. سبعة بس. والشاي بتاع امبارح؟ يبقوا تسع. اوعى اوعى ده بتاع المعلم. معلش معلش. طب ايدك. نتعدل ونسدل الدين ونشتري الجاموسه ونروح مصر كمان عشان نعجب. انت شو وصالك؟ يلا يابا. يلا يا بنتي خدي خدي. اصل اشتباكي مع المعلم. اما انك تيلي صحيح يا اخي. يقصد ايه كامل يا فاطمه؟ ده عبيط. ولا بيرمي على عبد الكريم؟ يرمي على عبد الكريم؟ قطع السامي. حد يقدر يرمي على عبد الكريم؟ ليه؟ معاه حق. الحكايه طولت والحبل معلق. البارح امه قالت له لم بعرس ابني يبقى معناته هديه. انا ما ينفعنيش الكلام ده. قطعه خير من نحته. وش وداكي حداه؟ بعد النهارده رجلك ما تعتبش هناك، لا تقابليه ولا هو يقابلك. عايزك يجي، انت فاهمه؟ حاضر. راح فين؟ هجيب لك قريب. طب ما تغيبيش. حاضر. انت شريحة تركبها ولا تركبك؟ ليه يا شيخ؟ وانت مالك يا سالم؟ يعني انت اللي تعرف تركبها؟ واركب ابوها كمان. طب وريني شطارتك يا فالح. قوي. نازل. خد اهي. ايوه وريني. ينيلك. ايه رايك بقى؟ مش رايك. تجرب يا بطل. وايه يعني؟ خد جرب. ايوه جرب. طني بقى. ايوه. تعيش وتاخد غيرها. رجل انت علاقي. ابقى خليه يغسلها مطرح ما بيسقى الجاموسة وهي تخف. سلم. مبروك الحمار الحديد. حلوة قوي. بتبقى على الزراعية فريرة. بس رجل. الله. هي التانية انجلطت امتى؟ اصلي طلعت العطرية اتعلم شوية وبقيت عال. ايوه اكيد عشان جدع التلم اللي اسمه كامل ما بقاش يتقوز عليه. يا شيخي ده ابن حلال. والله ما انت داري. ايه؟ ولا حاجة. بتخبي علي؟ لا ده كان عاوز يتجوزني وكان كلم ابوي. وابوك يوافق؟ وان وافق انا ارضي. طمنتيني يا فاطمة. سيب ايدي. اخص عليك. قلبي بيدق. واني كمان. حد يشوفني. ومال لما حد يشوفني؟ اصلي انا لسه وابويا. فهمت. انا حروح. والنبي. ما اقدرش اصبر بعد كده. حط الكريم. عيني. شيلني. يلا يا فاطمة اديني لفاط. ايوه جاي. ابعد دلوقتي. الله عبد الكريم. ايه ما جيتش ليه؟ جاي دلوقتي.
حضرتك عاوزاه؟ ايوه عندي جاموسه عاوز اشتريها. بقى كده هستناك. ها حار مش حوصيكي بقى على ايه؟ اتكلميه لك لخاطر بس كده من عينيا. اركبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا. عايز اقابل السيد فاضل. فاضل صبر شويه لما نقول له. اسمك ايه؟ قول له عبد الكريم. عاشت نسال. مين يا ابراهيم؟ واحد بيقول اسمه عبد الكريم. تعال. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت اللي عاوز تشتري الجاموسه؟ ان اذن ربنا. انا عارف عايز اتبعها ليه. والله هي جاموسه منوفي ولبنها عال، لكن مفيش فايده. دي بنتي وعارفها، ان طلع في دماغها حاجه يلا السلامه. يعني قلت عندك في الزريبه. شوفها. اديني الدواء يا ابراهيم. طب روح انت بقى. عواطف. الله انت جيت. تعالى قرب. شوف حلوه. حلوه قوي. ولسه هتعجبك. انا عاوزه هديك. زبده. ذوق. قلتلك ولسه. شوف كويس. الله ساكت ليه؟ وعاوزك ها من غير فلوس. خليكي جد. الله. وبتزعق ليه؟ ما بزعقش. لا بتزعق. اسمع، خد الجاموسه شوف هتجيب كام وتعالى بكره قول. بس خليك هادي عشان نتفاهم. الصندوق حلو قوي. ما كانش زيه في السوق. امال ما شفتكيش ليه؟ انا شفتك. الله. وما كلمتنيش ليه؟ الناس يا عبد الكريم. الناس الناس. اعمل ايه؟ انا الليله رايح اقابل ابوك. الليله؟ ايه؟ علشان نكتب الكتاب ونشرب الشربات. الكتاب والشربات؟ ايه؟ و قولي قولي. والنبي ما تقولش لحد. ما تتأخرش. أتأخر؟ أتأخر إزاي؟ خليتك بعافية. الله يعافيك. طب اقعد يا كامل. خد يا جد. ما بتعرفش تنشن ولا إيه؟ مريت قدامك أهو. يعني أنت نطل قوي؟ كده. هتشوف. انت لسه بتكلميه قدام الناس يا فاطمه. انت مالك انت؟ قلبي عليك. ده ضحك عالدجون يا عبيط. طب امسح اللي في وشك. امسح. انت ايه؟ انت بتقوزي عليا يا فاطمه. قلت لك ابعد. الناس تقول ايه؟ انا رايدك. رايدك بالحلال يا فاطمه. معلش. يعني لابس اللي على الحبل كله، رايح فين النهارده؟ أني أمال أني؟ أقول لك. قول. شوف يا ستي بقى. بقى ولا حاجة. بقى مش عاوز تقول رايح فين؟ بتخبي على أمك.
اقول لك دلوقتي رايح ادفع ثمن الجاموسه. خش في عبي يا ولا خش. ولما ارجع حفرحك قوي. ينجح قصدك ويوقف لك ولاد الحلال. عبد الكريم. نعم. ابقى سلم على فاطمه. الله يسلمك. كمنت الجاموسة في السوق. لا انت جبت بسكليتة. ايوه وبعرف اركبها. هتركبيها توقعي. ما تخافش عليا واركبك ورايا كمان. لا لا حق لك ايه. تجرب. عايزة تقولي ان اركب وشوف. اني اركب. تتوقعين. خايف. اخاف ازاي. طب اركب. ركيب. حس الله مالك هتوقعيني. امسك فيا. ماني ماسك اهو. امسك فيا. فيكي. ايوه امسك كويس. ها اهو. الله شايف بقى. ايوه شايف. شايف قوي. حس حس يا خبر. اني اللي وقعتك. يا رجلي. ماله انجلطت. شو الحمد لله جت سليمه. قلبك عليا قوي قوي قوي. طيب نفضي. اي اي ايه ده الجامده. عبد الكريم انت متضايق مني؟ لا ابدا. داني خايف لك كون انت. ابدا أنا بفرح لما بشوفك. أنت بتقولي إيه؟ بتقولي إيه؟ يعني ما جاش؟ زمانه جاي يابا. دهدي دهدي جهزتي الشربات وكل حاجة. أمال إيه؟ ربنا يفرح قلبك يا بنتي. أهدي يابا. ارجعي يا فاطمه راح تستحيلوا انت. وماله يا ابو ماله. يا سلام عليكم يا بنات. فاطمه ابوكي موجود؟ ايوه موجود جو. يخرب بطنك البنت مهلبيه قوي. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا يا شباب. ازيك يا سالم؟ الله يحفظك. تعال يا كامل. اهلا وسهلا. تفضلوا. قهوه يا فاطمه. بلاش قهوه. لا ودي تيجي بالعجل يا فاطمه. ما الشربات جاهزه اهو. شربات؟ يكونش قلبك حاسس ومحضره. انا مش فاهم حاجه. بقى انت عارفني لا احب ليت ولا اعجل. صلي بينا على النبي. اللهم صل عليه. وكمان زيد النبي صلاه. عليه الصلاة والسلام. ايه رأيك في كامل ابن اخوي؟ كامل اسمه كامل وهو كامل. الله يحفظك. ايه يبقى فرغ الشربات بقى. انا مش فاهم حاجة. ما تصلي بينا على النبي امال. اللهم صل عليه. يعني الجدع للبيت والبيت للجدع. ايدك نقرا الفاتحة. ايوه بس يا شيخ مرزوق. ايه ما تخافش كامل بقى عال دلوقتي وانا اللي هدفع المهر. مش قصدي بس طول بالك عليا حبتين. ايه بقى انا شيخ البلد كليتها واجي لك تقول لي كده؟ هو انا اللي راح اتجوز. اصبر عليا كم يوم وانا ارد عليه. ولا كم يوم ولا كم دقيقه. الله ما تجيش كده. اقعد. لا تيجي قوم بينا يا كامل. الله القهوه ما يصحش. والله ما انا شاربها الا لما ترد عليا انك موافق. فاهم ولا لا؟ وقتها نشرب القهوه والشربات كمان. سلام عليكم. يلا بينا يا كامل. مالك مستلوح كده ومثبت في حالك؟ تعالى كده يوم.
والله خرجتي من عندك ما هي رايحه بلاش. سالم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الشمس طلعت يا ابني وانت لسه ما توكلتش على الله. انا قايمة. مالك يا عبد الكريم؟ ولا حاجة. ولا حاجة ازاي يا ابني؟ امبارح جاي وش الصبح والنهارده جاي متضحر. ازاي اللي كنت احداه؟ عمه. نعم. ولا حاجة. والله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ابني ورحمة الله وبركاته. مين؟ عبد الكريم؟ ما جيتش تصلي الفجر ليه يا عبد الكريم؟ راحت علي نومة يا بالحج. لحد دلوقت لازم في حاجة. انت ما يحوشكش عن الصلاة إلا شديد الجو. ما بترديش. عم الشيخ. خير يا ابني خير. تعال تعال هنا. تعال يا عبد الكريم. أني قول ما تخبيش حاجة عن أبوك الحاج بدوي. أستغفر الله العلي العظيم. أستغفر الله العلي العظيم. إزاي الحكاية دي يا ابني؟ أمر الله. حاشا لله. ربنا ما قالش كده. ده عملنا إحنا. عبد الكريم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. من أفسد شيء يا ابني عليه إصلاحه. عيني ما غفلتش طول الليل. قل اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تتجوز؟ اتجوزها. ايوه يا ابني تتجوز. لكن عايز اقول لك. ما تقوليش الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا، وجوازك منها هو العمل الصالح. لكن ده في فرق كبير بيني وبينه. فرق ايه يا ابني بعد اللي عملتوه؟ يعني ايوه. لكن ده انا وعدت فاطمه ابو سالم. لا يكفاك يا عبد الكريم. لا انت عبد الكريم ولا انا ابوك الحاج بدوي ان ما كتبتش كتابك عليها. سلام عليكم. اللهم لا اعتراض ولا مانع بحكمك يا رب. عبد الكريم. فاطمه. كنت مستنياك على الجسر من فجريه. خير؟ مش كنت متوعد تفوت على ابويا البارح؟ اصلي ولما جيت خفت يكون الله لا يقدر جرحاش. كنت مدروخ شوي بعد الشر. اقول له يستناك الليله. الليله؟ بلاش الليله. دول جم البارح. مين دول؟ كامل وشيخ البلد. عاوزين ايه؟ ما انت عارف. مستحيل. ازاي الكلام ده؟ طب دني. ما تخافش ابويا ما توحم لحد ما تقابله. بس تيجي الليله. ها ده شيخ البلد. سكت ليه؟ وان كان على المهر انا محوشه قرشين. قرشين؟ احنا واحد يا عبد الكريم. فاطمه قول ما تخبيش علي. انا مش هقدر. عبد الكريم عبد الكريم ما تقولش ما تقولش ان في حاجه تحوشك عني. مش قادر مش قادر. ما تقطعش قلبي يا عبد الكريم. انا ليا مين غيرك؟ داني خدمتك. داني حتجهز ربي شليل. فاطمه انا مش حسيبك ابدا. انا هروح لابوك دلوقتي.
تعال تعال معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. مين؟ آلي. عبد الكريم؟ ما بتردش ليه يا عبد الكريم؟ مين معاك؟ أنا يا أبو الحاج فاطمة أبو سامح. فاطمة؟ وقصي عليا يا أبو الحاج. عبد الكريم يا بنتي ما يعملش حاجة تغضب ربه. استني إيه يا عبد الكريم؟ اتوكل على الله ودلوقتي حالا. رايح فين؟ سيبيه. تعالي تعالي. معلش الجواز اسمه ونصيب. اسمه ونصيب؟ جوزك ايه يا ابو الحاج؟ تعالي. انا خلاص قابلت الحاج بدوي واتفقت معاها على اللي هنعمله. شهير اعدل هقابل ابوك دلوقتي. سيبت ركبي يا شيخ. ما هتقول لي بابا ايه بقى؟ اني طالب القرب منك. هتجوزك يا شهير. تتجوزني؟ احنا ما جينا لبعض من ليلة امبارح. بقينا لبعض. شهير تعالي معاي. تعال. مين يا عم؟ اهلا وسهلا. مين اذنك تصطاد هنا؟ مين اذنه؟ ده انا حر. ما انتش حر. اتفضل. ما اتفضلش. احسن لك تتفضل. ده يتفضل قوي. وبعدين؟ ولا حاجه. فريد؟ عال طلعتوا حبايب. استنى. انت شهيره. شهيره فاضل. اللي اجرته جنينه من بابا. ده انا كنت فاكرك. كنت فاكر اما فاكر انك فريد. ارجوك فريد. دي جد قوي. استنى انت دلوقتي. طيب شهيره فريد ارجوك. احنا في الفلاحين. طب سؤال افندم. الحلاوه دي والخفه والجمال شغل مين؟ شغل بيتنا. امشي دلوقتي. ليه؟ عبد الكريم اسمع. لا تعرفني ولا اعرفك. طب كلمه. طارت اتليه. بس ايه اللي عجبك فيها؟ دي لون تاني. صباح الخير. ازيك يا شهيري؟ انا يا دوب وديت لك سطو وجيت على طول. بالاختصار والمفيد اني جهزت كل حاجه. جهزت لك كل طلباتي. الغوازي والطبالين والزمارين والاسطحلوه اللي بيطبخ للمدير. انا هيديني اعزم منك يا شهيري، وهعزم لك يا ستي جميع الاعيان بتوع البلد كليتي. الله، ساكته ليه؟ مش عاجبك الحديث؟ ابدا، كويس قوي. مبسوطه بقى؟ خالص. طب غمض عينيك. ايدك. دبلة زي اهل مصر.
اهل مصر. اقل منهم. زياد الحوسي وهيتجوزها ليه؟ قله بنات؟ ما هو بيروح مصر يدوروا عقله. لكن صبرت، بكره بطلع على جدته حب العزيز. دي بنت مايخه ومطمه ومايعه يا فاطمه يا اختي، دي الرجاله بتتنطط في عينيها يا اختي، دي بتدق البندقيه ولا اتخرجي. انا جاتني فكره، ايه رايك تلايمي لك كده على بندقيه من هنا ولا هناك وتدخله طختين، يمكن تبلي فيه، يمكن عقله كده ولا كده يرجع تاني. يوف فاطمه راحه فين يا دي الخير؟ زرع المحبة طرح دوري يا سقيتني، دوري يا سقيتني، والقلب بيه انشرح والخير ملابتني، والخير ملابتني. زرع المحبة طرح دوري يا سقيتني، دوري يا سقيتني، والعود في أرضه سرح بركة محبتني، من بعد ليلة الفرح وبعد دخلتني. حبيبي القلب جاني فتحوا له المنظرة، ودفع لي المهر غالي وانا لسه صغيرة، والفرح سبع ليالي والعزبة منورة، والفرح سبع ليالي والعزبة منورة، والمأذون جابوا خالي بعمة مظهرة. حبيبي القلب جالي فتحوا له المنظرة. انت يا ستش، انت عايزه تموتي ولا ايه؟ اموت انا في ابو سمرة. وفسح وكل اللي تطلبيه، بس وقفي وتعالي. لكن ده كاتب كتاب النهارده. انت مجنونه؟ ازاي تتجوزيه؟ انت مش حاسه بنفسك؟ مش حاسه بجمالك؟ السحر اللي في عينيك، الورد اللي على خدودك، الكنوز دي كلها تدفنيها في التراب. واعمل ايه؟ اهربي. اهرب؟ انا مش ممكن اسيبك ابدا. ما اقدرش. ليه؟ ده انا. انت ايه؟ مفيش، ده هيتجوزني. انا اتجوزك؟ تتجوزني؟ ليه لا؟ لكن مفيش اي قوة تمنعنا عن بعض. شهير، شهير. Thank you.
انت يا اخي ناصر. ايه؟ اف كانت معصلجه قوي. وبعد ايه؟ 100% هتحصلنا على مصر. يعني الاسطوانه نفعت. ايه مش فاهم. هتجوزها يومين. ايه؟ اوعي تسمعي كلامه. اوعي. هو مين؟ الجدع ده ابو كحل اللي مخطط حواجبه. انا سمعت كل حاجه. عاوزه تهربي معاه؟ انت بتتجسسي عليا؟ معلش برضه انت ولي. ربنا يستر عليكي وعلى الولايه كلها. مش شغلك، انا حره اعمل اللي انا عاوزاه. وعبد الكريم ده ابن حلال، ده ما يستاهلش منك ابدا انك تلعبي بيه. لازم تتجوزيه. ومصلحتك ايه ان اتجوزه؟ اشوفه متهن. اديني هسيبولك. لكن ده فضيحة، ده فضيحة في وسط البلد. انت هتحط وشي في التراب. انا مش هسيبك ابدا تعمليها، مش هخليك. فضيحة ايه يا عبيطة؟ اسمعي يا فاطمة، انت مش فاهمة حاجة ابدا. انا بعمل لمصلحتك. عبد الكريم بيحبك انت وعاوز يتجوزك انت. الدبلة دي لازم تكون ليكي انت مش ليا انا. اطمني. ما تخافيش، ما تخافيش يا فاطمه. لكن ازاي تهرب؟ ازاي؟ دي فضيحه، دي فضيحه في وسط البلد. انا لازم، أنا لازم أقول، أنا هقول له، أنا هروح أقول له. رايحة فين؟ رايحة فين يا فاطمة؟ سيبني يابا، أنا هروح أقول له. تقولي له إحنا مالنا يا بنتي؟ عيب يابا، دي فضيحة يابا، عيب. سلام للعريفة. Thank you.
خير يا ام. خير يا وهبابي، خش شوف ابو عروستك اهل الجرال. مصيبة مصيبة يا عبد الكريم. ايه ايه؟ البنت مالها؟ اتكلم. سافرت على مصر. سافرت؟ يعني يعني ايه؟ يا ليلة سودا ومطينة بطيب. اتكلم قول. وليه للناس؟ هودوشي فين؟ شهيرة هربت يام. يا فضحتنا في البلد يا ابني، يا فضحتنا. اتكلم قول. راني حتبحها حشرب من دمها، حقتلها. عبد الكريم هربتها فين يا عبد؟ مساء الخير يا عريس. اهي حطت دماغك في الطين يا بطل. هو ابوها ذنبه ايه؟ ما قادرش على الحمار، قدر على بركاتك يا سيدي الشيخ فضل. انت مبروك من الاولياء، زوجتك على الحسين حبيب النبي، تتشفع له عند ربنا، اخد بيده ويشفيه. شده وتزور يا بنتي. ابا الحاج ده عيان جوز، لا حكيم ولا دواء نافع فيه. يا ريته كان عيان يا فاطمه. مجنان، نفسه انكسرت يا بنتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. خير عملنا، لكن كل شيء بأوانه. ادعي له معايا يا أبو الحاج، ادعي له النبي وحياة سيدنا النبي، ودي دستة شمع سيد الشيخ فضل. هات يا بنتي، اتوكلي انت على الله. اللهم اشف مرضانا ولا تخيب رجانا واهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. راح فين يا فاطمة؟ راح اشوف عبد الكريم. تعالي هنا تشوفي عبد الكريم ازاي دلوقت، الناس يقولوا ايه؟ يقولوا يا رب. مع السلامة يا دكتور. الله يسلمك. يا حضرة الدكتور. يا حضرة الدكتور، طمنا. الله يطمن قلبك، هيصحى. ربنا موجود. قول لي وحياة سيدنا النبي، ما تخبيش علي. ربنا موجود. تعالي راح فين؟ روحي معاي. لا يا ابا والنبي عاوز. سيبها يا ابا سالم. كامل ده بيموت وما كناش كلنا جنبه، مين اللي هيرعيه؟ الناس ملهاش الا بعضها يا ابا سالم. فاطمة بخير يا بنتي، ان شاء الله بخير. ما تعيطيش، بس اللي حاجك تصبريني يا فاطمة. بعد اللي حصل
عبد الكريم انسى بقى اللي فات يا ضنايا وانتبه لنفسك. بركاتك يا سيدي الشيخ فضل. ايه تاني؟ يلا سامبا. كفاية بقى. لازم تعلمني كل حاجة، توريني كل حاجة، تجيب لي كل حاجة. مش مراتك؟ مراتك. طب يلا ما بقاش فيا. يلا. هي نسيت اصلا. هي بقت ست؟ انا عارفه. وبيحب فيها ايه؟ الحب اعمى. ولا بيحبها ولا حاجه. فريد مش تبقى تجي لوحدها. وازاي؟ خليها وراك لما تبقى تاخد اجلك. هي لسه ما خدتش اجلي. انت مش قلت انك هتتجوزها شويه وخلاص؟ ما هو الخلاص ده اللي انا مش لاقيه. ما انتش لاقيه؟ طب اسكر لما تلاقيه. طيب. أنا من العيشة دي؟ أنا عارفة أنتوا إزاي بتستحملوها. بقى فسح وسهر وحفلات وسجارة وكاس وفساتين ومش عارف بيك. مش كفاية. وراجل كويس معاك. راجل؟ هو فين؟ جوزك. بقينا الفجر. نعم. نروح كمان شوي. طب انا ماشي. مع السلامه. الله يسلمك. ما قلتليش اجيب لك ايه معايا من البندار؟ تجيب لي رغيف فرنجيلي وحلاوه طحينيه. وايه كمان؟ وسلامتك بقى. طب ادعيلي. ربنا يريح بالك. وايه كمان؟ ويزود مالك. وايه كمان؟ ويكتر عيالك. يسمع منك ربنا يا فاطمة. مع السلامة. لا يا اخويا جت سليمة. عبد الكريم! يا خبر! اوعى تكون اتعورت يا عبد الكريم. قلبك عليا يا مجرمة. ولما فضحتيني في وسط البلد كان قلبك علي، ولما حطيتي راسي في الطين قدام الناس كان قلبك علي. انا مظلومة. ولما هربتي مع عشيقك كان قلبك علي. أنا مظلومة، مظلومة يا عبد الكريم. مظلومة؟ لقيتك بتحب فاطمة، وفاطمة بتحبك. أما أنا كنت عاوز تتجوزني بس علشان تصلح غلطتك. غلطتي؟ وغلطتي أنا كمان. هربت منك واتجوزت واحد ما بحبوش. ما حسيتش بوجوده. الوحيد اللي حبيته هو أنت. تبيك إيدي. عبد الكريم، ما
ما بقاليش غيرك يا عبد الكريم. ابويا مات وجوزي مالوش وجود. شهيرة، انسى انسى يا عبد الكريم، انسى اللي فات. انا اتجوزت. اتجوزت؟ ايوه اتجوزت فاطمة. وانا انا يا عبد الكريم، احنا احنا برضو البعض. انت نسيت اللي فات. انا انا هعنيك يا عبد الكريم، هديلك حياتي. انا انا مش عارفه اكلمك. ممكن ممكن اشوفك الليله الليله يا عبد الكريم. هستناك هستناك الليله. تعبان لوحدي؟ احسن احسن. الله ترتيبي على كل حاجة واستناك طول الليل وما تجينيش. اهو اللي حصل. بتخلص ترك ولا خفت من مراتك؟ خفت. عبد الكريم انا جيت لك برجلي، ما تخلينيش اقول اكتر من كده. شهيري انا بقيت اب، عندي ولد. ولد وشهير. اعملي معروف خلينا ربيه. واديني اجرت حته ارض ازرعها، ورزقي ورزقه على الله. هتسيبني خلاص؟ اراده ربنا. جاب لك ولد عشان يفرق بينا. قد كده بتحبه؟ اصلك ما جربتيش الخلفه.
لازم تنعمل لك مرجحة. هو انت يعني مش زي ولاد الاغنيه ولا ايه؟ اهي دلوقتي بقت جامده. دلوقتي العجله ما تعرفش الطوله بس ما تعير لحد ما ودي شويه الحب دول لابوك يفضلوا. الله بتقول ايه؟ ايوه طب انا عارف. امال سبتي عوض فين؟ عملت له مرجحه مليحه وشنطتها في الشجر. جوجا تخاف عليه؟ لا اخاف عليك انت. بتحب اكتر مني؟ قول ايه. طب ماني اللي جايباه. روحي عند الولد. ما قلت لك ما تخافش. روحي هاتيه. خليه مرتاح يا عبد الكريم. أنا بقول لك روحي هاتيه. يا فاطمة خير؟ أنا بس جيت أصبح عليك قبل ما أروح الغيث عبد الكريم. وإزاي وكده؟ على الله يكون ربنا هداه. والله يابا من يوم ما مات الواد وهو حاله مقلوب، ولولا ما لمس الناس ما كانش عينه تبص في عيني. ما هو أصله فاكرك هملتيه. هو هيحب أكتر مني. ده أنا أمه دي حصرتي عليك قاعدة في قلبي اليوم القيامة. مالكوش قسمة فيه. ايه بكرة تروق وتحلي. والله ما ظني يابا. عبد الكريم لسه متشعبط في بنات البنزر. أنا عارفة إيه اللي عاجبه فيهم. الأحمر والأبيض وتخطيط الحواجب. طب ما أنا أقدر أعمل زيهم. لكن أمسخر نفسي. اصبري يا فاطمة. بكرة الأشياء تبقى معدن ولما يتغرق الشراك. والله يابا اللي يعطش في الزمان دي ما بتسقيه غير دموع. خليتك بعافية. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. جبت لك الفطور. حطي عندك وروح. رايحة فين؟ هساعدك شوي. قلت لك روح. تلفحتك اتفتت تحت الهال. Thank you.
عبد الكريم. انتش خايف؟ ارمي البارودة دي في الارض. داني بهزر معاك. لقيتيها فين البارودة دي؟ لقيتها حدا الجناية وانا بشطف لك التلفيع. جاتك الهم. لا هي في اخبارك العفش. عبد الكريم اني حاسه انك بتكرهني. ما انتش عاوز. جبت صوابع العشرة شمعة عشان أرضيك، لكن ما فيش فايدة. أنا عارفة أنت ما رجعتليش إلا عشان الولد، وهو ربنا خده عشان يفرج بينا. ما تعذبش روحك عشان يا عبد الكريم. طلقني طلقني يا عبد الكريم. مبروك. الله يبشرك بالخير يا دكتور. دي بقالها كم شهر مجنناني. الله بقى تعملوها وبعدين ترجعوا تتكلموا. عملت ايه يا دكتور؟ الله، وانت مالك مخضوضة كده ليه؟ انتوا ما بتحبوش العيال؟ عيال؟ ايه الحكاية؟ الست حامل يا سيدي. مبروك. حامل؟ حامل. أنا مبسوطة؟ أعصابك مرهقة شوية، لازم تعالجي نفسك بنفسك عشان خاطر صحتك وعشان خاطر ابنك. وأعمل إيه يا دكتور؟ لازم تسافر العزبة عشان تغيري هوا. ما أقدرش أروح، ما أقدرش. الله، ليه؟ مش ممكن، مش ممكن. ده العلاج الوحيد. اسمعي كلامي، ومن بكرة هبقى أزورك هناك. يا حضرة المريضة المتمرضة. الله. أهلا دكتور. أهلا. الحمد لله على السلامة. شوفوا صحتك بقت إزاي دلوقتي؟ الحمد لله. إزاي صحتك أنت يا دكتور؟ أمال فريد فين؟ فريد؟ فريد في مصر زي عوايده. إحنا عاوزينه ليه؟ أنت ساجنة نفسك كده ليه؟ ما نفتح الشباك ده شوية. حد يعيش في المناظر الحلوة دي ويخلي الشباك مقفول؟ الله.
لا انت لازم تخرجي وتتفسحي كل يوم، مش لازم ابدا تسجلي نفسك هنا. اروح فين؟ لازم تخرجي. اخرج؟ في واحدة فلاحة عاوزة حضرتك. فلاحة؟ قول لها. خليها تتفضل. حاضر. سيب الولد. أنست وشرفت ونورت يا ست زهيرة هانم، والنبي ما عرفت إلا النهاردة، سيبينا تغرق. يا أختي مش تقول إن في هنا راجل، وأنت كمان مش تتنحنح. معايا 50 بيضة وحياتك فضلة خيرك في وش العدو بتوع برابر. اديهم لعبد ياخذهم منك. يسلم فمك يا كريمة يا أميرة اللي ما فيش منك دعاية الدلعبد يا عبد. خد صباح القشطة يا سعبد الكريم. يو أنت اسمك إيه يا دلعبد؟ اسمي عبد. اسمك عبدو؟ إيه. طب خد يا سعبدو قدام. العنطري دي ما تغسلش ليه؟ العجين خمر ما غسلش. العجين مشدة مني. حالا لما ابدا اغسلوه. دي عيشة طاهرة. حقك عليك. جراه يا عبد الكريم. عامل نجرك من نجرها ليه يا ابني؟ والنبي يا خالتي انتي اتوكل على الله انت ورو الارض، على ما ترجع يكون اتغسل. طيب انا جاي بعد صلاة العيشة. وياك على الله ما لاقيش اتغسل. طولي بالك يا بنتي، احنا كنا فين؟ مين كان يصدق انه حتى حيدخل علينا الدار؟ صباح القشطة يا سعد الكريم. صباحين. يصبحك ويربحك وبين عباده ما يفضحك يا رب. العواز بسم الله ما شاء الله. خميرة زايدة ونار جايدة وعيون لايدة، استر يا رب. ايه يا اختي مالك معقداها ليه؟ حلها تتحل وسرها تنصر، اضحكي لها تضحك لك وفرفش لها تفرفش لك. اخي يا خالة هات تكلوك في الهنا ان شاء الله. تكون انت ابوه. وخايف من ايه؟ الناس. الناس. خلاص ما تخافش ما تخافش، خليك هنا ما تخافش. اقعد جنبي يا عبد الكريم، اقعد. هات القفص اللي هناك واقعد. اقعد يا عبد الكريم، اقعد اقعد. وحشتني قوي يا عبد الكريم. احنا اتخلقنا لبعض، الولد ومات. شهيري عبد الكريم، انت بتحبني وبحبك مش كده؟ هتساعدني وهساعدك، يبقى نغلط بعض ليه؟ انا هتطلق من فريد. تتطلقي واعيش معاك، هستناك الليله. انا مستعده مستعده ابيع حياتي علشانك عبد الكريم. خلاص هستناك الليله في البيت. يلا يا شهير روحيتك، احسن زمان فتحي الاف العربية. ومستعجل كده ليه؟ الشغل الشغل، رجال الاعمال ما عندهمش وقت. يلا اوام. خلاص يا روحي خد. ميرسي قوي. مش هغيب عنك اكتر من ليله واحده. اوفر.
رايح فين دلوقتي؟ انت مالك؟ انا مراتك ولازم اعرف. ما تزعجيش. رايح لا بعد ما تهرب منك تهرب انت معاه. قلت لك ما تزعجيش. اوعي سيبني، انا مش هسير عندك. تبقى تشتري فيا. قلت لك اوعي. حرام عليك، داني مراتك، حرام تفضحني في وسط الناس. قلت لك اوعي لحسن ما يحصلكيش. طيب لا مش هسيبك، مش هسيبك ترجع لها تاني. يا بنتي لازم تحط الفلوس. ومنتظر منها ايه؟ لازم نرجع. مجرمة. عبد الكريم مجرمة يا خاينة. ارجع ارجع ارجع. انت اللي قتلت ابني يا مجرمة. عبد الكريم يا قتل. وانت كمان. أنا اللي استحق القتل.